معلش المغاربة شمايت المغاربة شمايت مغيب لك فازك محمد السادس كان يوم ما تخدموش من الشعب المغربي الله ما نخش قحبة بحالكم. السلام عليكم خوتي المغاربة، تحياتي لكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. تحياتي لجميع المغاربة فينما كانوا، داخل المغرب او خارج المغرب. عرفت راسي بلي غيبت عليكم واحد المدة اللي هي طويلة، ولكن كان عندي شي امور شخصية مع الخدمة، واليوتيوب كيطلب الوقت بزاف، خصك المونتاج، خصك هادي، ماشي كاين ناس داير السعاية والادسنس واسترزقوا به الله وضربوا بهم الاعراض ديال الناس، لكن هو جاكم الوجدي وحلة جديدة، جاكم الوجدي اللي غادي يدير لكم ديدي. من بعد الناس اللي كيهربهم، يعني ماشي يهربوا، كيخرجوا البلاد وكيضربوا في الوطن وتضربوا في الملك وتضربوا في كذا وتضربوا في كذا، ولكن عارفوا بانكم كيضربوا في اعراض ديال الناس ويسربوا الاضويه ديال الناس، وتشي عارفين بانه كيعاقب عليه القانون. شوفوا دنيا باطمه، شوفوا كذا، شوفوا بزاف ديال الناس اللي دخلوا للسجن، ولكن سبحان الله دوك الناس راه ما غاديش يدخلوا للوطن ديالهم، ما غاديش يدخلوا المغرب ولا سبحان الله. انا ما فهمت اخوتي العزاز، قبل ما نبداو الفيديو اللي عنده شي كاس قهوه يجيب وحده، اللي عنده شي كاس اتاي يجيب وحده، وراني انا عارفك بلي غادي تفرج في هذا اللايف هذا ولا في هذا الفيديو هذا ومازال ما درتي لايك، غادي نستناك دير لايك ودير ابوني باش نبداو الفيديو ديالنا. مؤخرا جاتني ضربتني الغيره على الوطن وعلى البلاد ديالنا اخوتي العزاز، والملك ديالنا الله يخليه لنا غيبه. راكو عارفين بان الدوله ديالنا وكما نقولوا والمغرب ديالنا ولا احسن دوله لا في الجهه الافريقيه ولا في المهم بزاف ديال البلدان، راه ولا يتنافس مع اوروبا اخوتي العزاز. وكتجي واحد السلقوطه الشياطه ديال الامارات اللي هي هويا مستار جات وبقات تسب في الملك وتسب في السلطات، ما درتوليش، غادي تشوفوا معايا الفيديو خليك تشوف. والكرشه ضربه لها على فمها، راه كداوت مونجي وتقول انا دونجي، وراه كداوت الفلفوت قول ربي يخلي، وداك الراجل ديالها ماشي راجع، عرت الرجال جاي بحال هكا كيخلي يتشوه في اليوتيوب وتشوه في راه ما دار الرجال، ولينا نلعبوا ناقصين، لاعبين ناقصين، اقسم لكم بالله. قالت لك اسيدي الدوله غرقتني ولاد، انت اللي غرقتي ولاد، كتفرشي رجليك ليله وتحملي وغير اللي جاي يمشي، غير اللي جاي يمشي. هذيك السيده خوتي العزاز راه ما غاديش يقدروا يقعدوا معها الناس، هذه خوتي العزاز فرشه رجليها يا ربي تسمح لي والخنص هود لها من تحت. شد داك الفيديو تشوكيت اخوتي، اقسم لكم بالله. السيده راه خصها سبيطار الهباله، السيده راه خصها سبيطار، هذيك السجن احسن لها من الزنقه، لان باش تعالج، لان بعض الناس راهم كيعالجوهم السجن اخوتي، غير باش تعرفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنستنجد بالجزائر، وحنا الدولة ديالنا البلاد ديالنا خير من 1000 دولة بحال اللي بغات تولى الانفصالية. هذا الشيء عاد راه غير في المغرب، يعني وكنضرب وكان مشات لأوروبا ولا خرجت للمغرب، أقسم لكم بالله العلي العظيم غادي تسمعوا شي صوالح منها عمركم ما سمعتوها، ثقوا بي. أنا هبوش واحد السيدة ضرب ملك بعيد عليها حشومه عيب وعار كاع تخرجي على فمك كاع، تضرب فيه وتضرب في السلطات، السلطات شحال قدها تنقي هذا وتنقي هذا وتنقي هذا ودير هذا ودير هذا، راه الله يحسن العوان اخوتي. تا هما كيخافوا على راسهم، فهمتوا؟ تا هما راهم كيخافوا على راسهم اخوتي. وقالت لك ليصانه ودير، انتوما غادي تبقاو غير تولدوا، تزو ما عندكمش ما تزوجوش. هذيك السيده اخوتي خصها الاعتقال، غادي تشوفوا دركي معايا الفيديو. وصلوني واحد الاخبار حصري اخوتي العزاز انها السلطات غادي دير واحد البحث ديال درس واحد البحث ديالها، غادي تجي لها الاستدعاء اخوتي العزاز وغادي يتم الاعتقال ديالها ان شاء الله، لان شديت هذاك الفيديو وصيفطته لواحد الناس، ودوك الناس انهم يعني حتى بنادم اللي ما قدرش يدير شي كاي يقدر يدير شي كاي غير الكترونيه من هنا، صيفطوا لدوك الناس، ودوك الناس الحمد لله قاموا بالاجراءات يا خوتي العزاز، وغادي تشد ان شاء الله، وغادي يصيفطوا لها واحد راهم داروا مع غادي يديروا معها واحد البحث خوتي العزاز. خلينا نشوفوا الفيديو باش نعرفوا على راني نهضر خوتي. علاش ما تدوش ليها الموضوع يا روح؟ علاش ما تدوش ليها وما تخليهاش تفرق ولادها؟ علاش الملك؟ علاش محمد السادس انت داير هكا؟ علاش ما تقولش البوليس ما تعاونوها؟ فيو هيا داري هيا داري يا ملك المغرب ابو محمد السادس، هيا داري هيا داري يا ملك المغرب هيا داري
قتلتوني نفسك. شكون يقيسك انت يا شكون يا ربي تسمعني؟ الكلب وما يقيسك. العفن دود هادشي اللي بغا الشعب المغربي. تشفاو ولاد القحام، تشفاو المغاربة، تشفاو هادشي اللي بغيتو. راني حاملة وكنموت. تشفاو ولاد القحام، هادشي اللي كتعرفو ديرو، كتعرفو غير تشفاو وتضحكو على الناس. تشفاو يا ولاد القحام. انا هي المسؤوله
ليك يا راجل، ليك يجيك يا ولد، معليش يمشي. انتو بها انا راح اجي. شتو البنت انا راني حامله. هيا داري، احنا كنا قاسين اكثر على الاخرى. والله ما نزيد الرول وجه صافي. تحيتو المروك المغاربه، انا كنتشفوا اخوكم المسلم، انا كنتعدوا على اخوكم المسلم. مهم اخوتي الاعزاء، هذا غير واحد المقطع اللي راكم شفتوه معايا. شوفوا كي كدير التعامل، شوفوا الهضره كي كدير. المروك زعما بحال الجزائريين كي كيقولوا لنا المروك، سبحان الله. وشوفوا طول تعلم اللي قالت، او المخزن ما كيديرش خدمته باش ما يشكموش على الماء، باش ما يهضروش على الماء. شوفوا الهضره، شوفوا واش كانت تخرج من فمها. هادشي راه خطير، هادشي فيه الاعتقال، يعني كيما نقولوا في البلاصه. انا كنوجه تحياتي للسلطات، ونوجه بهذا الميساج هذا، لان عندي بعض، يعني كما نقولوا السلطه كيتفرجوا في الفيديو ديالي اخوتي الاعزاء، انهم يتم الاعتقال ديال هذه السيده، لان عقلوا على هذه الهضره هذه، عقلوا على هذه الهضره هذه. هذه السيده اللي خرجت خارج المغرب غادي تولي انفصاليه، وغادي تضرب في الوطن، وتضرب في الملك، وتضرب في كل شيء. هذه الانسانه ما خصهاش الزنقه، وما خصهاش البيت، خصها السجن او سبيطار المجانين خوتي العزاز، غير باش تعرفوا. تحياتي لكم، وما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله في فيديو قادم، والقادم صادم ان شاء الله. غادي تسمعوا اخوكم سيمو كما قال لكم غادي يتم الاعتقال ديالها في اقرب وقت. السلام عليكم.